Salut mes amis, je m'appelle Madame Manal et je suis avec vous sur 2-0 à l'infini. Et dans cette vidéo, on va apprendre une nouvelle lettre. Vous êtes prêts? Allons-y! Ezayoukoum ya ashabi, ismi Madame Manal, hakoun ma'aykoum ala mina sifri ila malaniheya. Fi l'vidéo da, hanitallim harf jdid. Mustaidin, yalla bina! تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. الفيديو بتاعنا مقسم لكذا قسم. اول قسم هو فرنسي فرنسي بس هنقرا فيه بالفرنساوي. ليه؟ علشان الناس اللي بتدرس فرنسي فرنسي في المدرسة الفرنسية، وكمان علشان اطفالنا احنا بقى اللغة التانية نحاول نخليلهم جزء كده هم يشتغلوه كترجمة، ونقدر نعرف بيه هو وصل لهم المعنى ولا لا، يقدروا يترجموا فرنسي ولا لا اما نشغلهم الجزء ده. الجزء اللي بعد كده هيبقى فيه فرنسي عرب، يعني هنقرا وهنترجم بالعربي ان شاء الله. والجزء اللي دي هيبقى خاص بالكايدو كلاس، كراسة الفصل او ما تم دراسته في مدرسة سان بولدو في 2021-2022 الصف الاول الابتدائي. واخر جزء هو الجزء الخاص بالمامز والاطفال عشان نبسط اكتر واكتر نطق اللي خدناه في الفيديو. يلا نبدأ. Première année primaire. Français plus ABC. Symbole. Page 7. La lettre D. La lettre D. D comme 2. D comme 2. D comme 10. D comme 10. D comme 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D comme il dort. D comme il dort. D comme il danse. D comme il danse. Français arabe. في الجزء ده بنعيد إريد كل اللي كان في الفيديو ولكن مع الترجمة باللغة العربية. Première année primaire. الصف الأول الابتدائي. Français plus ABC. منهج فرنسي بلس ABC. Symbole. في مدرسة symbole. La lettre D. حرف D. La lettre D. Page 7. نفتح مع بعضينا صفحة 7. D comme 2. حرف D زي كلمة 2. D comme 2. D comme 10. D زي رقم 10. D comme 10. 1 واحد. 2 2. 3 3. 4 4. 5 5. مرة كمان. 1 واحد. 2 2. 3 3. 4 4. 5 5. D comme زي ايه؟ Il dort. هو ينام. D comme il dort. D comme il danse. هم يرقصون. D comme il danse. Cahier de classe. الجزء ده خاص بما تم دراسته داخل الفصل دفعة 2021-2022 في مدرسة سان بول.
الصف الأول الابتدائي. خدوا إيه كاي دو كلاس؟ خدوا دو، اتنين. خدوا ديس، عشرة. Pour les parents et les enfants. علشان الآباء والأبناء. والجزء ده تعالوا نشوف فيه إيه. الجزء ده خاص بالموميز والأطفال الحلوين اللي ما قدروش ينطقوا الكلمات في الفيديو بطريقة صح، هنبسطها لهم في الجزء اللي معانا ده. طيب نبتدي. كانت معانا النهاردة حرف دي. دي دي زي ايه؟ نفتح مع بعضينا باج 6 صفحة 7، هنلاقي فيها دي زي رقم 2. 2 دو دو. الاو جنب الاو اللي في النص دول هيدونا مقطع او. اتفقنا ان ده حرف او في الالفابيه الفرنسي، هيدونا نفس النطق دو. اكس في الاخر دي لا تنطق، يبقى دو. طيب خدنا كمان ديس. ديس عشرة. حرف الاي عندنا اعتبروه كسرة الفرنسي دي. ديس الاكس هنا هو تدينا صوت الاس. ديس دو ديس. بعد كده عندنا اخر رقم سانك. سانك الاي مع الان اللي في النص مقطع انفي. اتفقنا يبقى لساننا ثابت مش هيطلع فوق وكاننا مسكومين. سان سان سانك سانك. لساني ثابت اهو لو لاحظتوا ما طلعش فوق. اخر حاجه كانت ايل دور. دور ايل دور ينام، هو ينام. إيل شرحناها قبل كده. دور الت في الآخر مش هتتنطق. طيب آخر حاجة إيل دانس. الأ مع الإن اللي عندنا في النص دي مقطع أنفي، لساننا ثابت مسكومين. دان دانس. الأ إن الت في الآخر لا تنطق لأن ده فعل، هي مش هتتنطق في الأفعال. بتكبروا شوية هتعرفوها. إيل دانس. كانت معاكم مدام منال، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميرسي. اوفر. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد.